تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحمد شيخ. الحمد لله بخير. والله العظيم شيخ أنا مولت عليكم السلام وبركاته، أنا حاسس إن أنا قلبي اتخط. الله يبارك فيك يا أخي، توكل على الله، اسأل سؤالك الله يغفر لك. بعد إذنك يا عم الشيخ، هو اللي بيحصل في الموت وفي الأرياف، أكيد أنت عارف الكلام ده، يعني الناس بتحط ديكك عندنا في الأرياف ويجيبوا شيخ يقرأ والكلام ده، الكلام ده صح؟ ما فيها مشكلة أبداً. الحديث الذي استدل به بعضهم على المنع وهو حديث: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث معلول ضعيف، عله الأئمة أحمد بن حنبل وأبو داود والدارقطني وغيرهم. هذا الحديث معلول. ثم إن التعزية مشروعة بالإجماع، وأقل أحوالها الاستحباب عند جماهير العلماء، فلا بأس بالتعزية، والتعزية على الوجه المتيسر، إن شئت عزيت في البيت، إن شئت عزيت عند القبر، إن شئت عزيت بالهاتف، إلى غير ذلك من صور التعزية، وبالله التوفيق. ممكن سؤال تاني عم الشيخ؟ اتفضل. لو أنت بتصلي لوحدك في البيت مثلا، التجويد لازم؟ هو لا تأثير للصلاة في البيت أو في أو خارج البيت، قدر الاستطاعة رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم حضرتك يا شيخ مصطفى، دلوقتي في احنا ابني في سنة ستة ابتدائي، وطالبين منهم ان هم يعملوا بحث في موضوعين او ثلاث مواضيع، يعني عن المناخ والحاجات من كده، بس يعني زمايله عملوه في المكتبة، فمطلوب منهم ان هم يقدموه كمان يومين، فاحنا لو احنا طبعناه زيهم يبقى كده يعني ينفع ولا ايه؟ أعتذر لك عن السؤال هذا، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال. اسأل. ما حكم تأخير الصلاة بسبب درس؟ تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر، أما تأخير الصلاة عن أول وقتها فالاضطرار يجوز. طب يا شيخ مصطفى، هل يجوز جمع الصلاة بسبب ان انا بيبقى عندي درس؟ تجمع ماذا يعني؟ مثلا اجمع الظهر مع العصر، لان بيبقى عندي درس مثلا، باخد وقت العصر، وقت العصر كله بيعدي مني. الدرس الساعة كام؟ الدرس الساعة كام؟ مثلا بيبقى عندي الدرس الساعة 12، يعني هل الدرس سيستمر من 12 للمغرب ولا للظهر للعصر ولا في فسحة؟
تمام. في فسحة، صلي في الفسحة، لا تترك الصلاة من أجل الدنيا الفانية الزائلة. تمام تمام الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو في شاب كان بيدافع عن بنت في الشارع واتقتل، يعني بيحسب مش وهداء؟ إن شاء الله لو نرجو الله ذلك. نعم؟ نرجو الله ذلك. طب لو في حد راجع من الشغل وتوفى في الطريق، برضه بيحسب مش وهداء؟ لا لا، يلزم توفى في الطريق ليه من الشهداء يعني؟ ليه؟ حادثة يعني ولا بدون حادثة ولا ايه؟ لا لا، سكتة قلبية في العربية. لا، ليس بشهيد. ليس بشهيد، جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ مصطفى، عندي فتوى بخصوص العمل. أنا شغال في شركة برمجة في تطبيق المطاعم، لتطبيق المطاعم في شركة أوروبية. فهي مطلوب دلوقتي مني أعمل طريقة تسهل الدفع عن طريق البنك، فما حكم ذلك؟ سهل يعني البنك اللي هيدفع ولا أنت هيوصل الفلوس للبنك؟ هيوصل الفلوس للبنك، يعني العميل لما بيجي يشتري حاجة من مطعم أكل يوصل الفلوس للبنك، اللي هو يعني أسهل طريقة الدفع ديت. طريقة الدفع معمولة بس أسهل طريقة الدفع للبنك. ما فيش مشكلة إن شاء الله. ما فيش حرج؟ إن شاء الله. طب ممكن يا شيخنا بس توضح لي اكتر، اصلا طالب علم ويعني بحب اكون يعني. هو كل ما هنالك انك ستوصل الفلوس، الديون من زيد لعمرو. مظبوط. هل هو يرابي او لا يرابي لا تخصك انت، يعني واحد قل سلم انا علي للبنك مثلا دين، خذ وصل هذا الدين للبنك، انا لا ارابي الان. تمام. يعني اللي هو ان انا مثلا اعمل طريقه الدفع وكده ما فيهاش مشكله. طريقه الدفع مش حاجه زي اللي عليه ديون للبنك، اذا سددناها له لا ندخل في الربا نحن. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك في عمرك. شيماء سعد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، يا حبك لربك يكفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، ربنا يكرمك يا رب ويجزاك عنا كل خير. وإياكم المسلمين، اتفضل المسلمات. كنت بسألك يعني، كان لو أنا مثلا يعني لو في موقف مع حد ولا كده وعايز ياخد حق مش حقه، يا إما يهدد التاني إن هو ملتحي وأنا هلبسك قضية وأنا أعمل، وحتى عارف طبعا يعني النهاردة قصة اللحية النهاردة ممكن يعني للأسف في ناس بتدخل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بارك الله فيك. طيب يا شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، هل حاجة زي كده يا شيخ، لو أنا مثلا هتبلى على ملتحي مثلا أيا كان، إذا كنت ظالم أو ظلم، بس لو أنا ظالم وهتبلى عليه وبهدده هاخد منه حق مش حقه، تمام، يا اما البسه قضيه مثلا باللحيه وكلام من ده، هل ده يبقى اللحيه؟ ما هي قضيه يا اخي، اثبت يا اخي اثبت، لا يخوفك الشيطان، هو من اجبن الناس. اثبت بس افهم كلامي. اتفضل. انت كملتحي لازم تكون شجاع، هؤلاء الذين يخوفونك اجبن من الجبن. اثبت انت وقاوم قضى صلاتك وانت الذي تهددهم انهم يفعلون كذا وكذا، فأنت اطمئن، لأن أنت رجل ملتحي لازم تكون أنت عندك ثقة في الله أكثر من غيرك. أما واحد جبان يخوفك أن أبلغ فيك أنك ملتحي، ها نحن نعلنها لكل العالم أننا ملتحون ونعم بالله. آه. هل ده الشيخ لا يقع تحت بند من يا أخي من أنت مكره لا, لا أنت ستضيع حقوقك هل يا أخي مش حق يخصك أنت، لو يخصك أنت تفرط فيه. أيوة، لكن لو أنت تدافع عن حقوق الناس، حقوق الناس، دافع عن حقوق الناس والله يتولاك. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. محبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هو رفع السبابة في التشهد، هل طوال التشهد أم لها مواضع معينة؟ وهل الحديث الوارد فإنه أشد على الشيطان من الحديد؟ لا، ده أشد على الشيطان من الحديد ليس الخفض والخبط كما يفهم بعض الذين لا يعلمون، إنما هو إذا كما قال عدد من العلماء، إذا قلت
أشهد أن لا إله إلا الله ورفعت الإصبع، فهذا شد على الشيطان توافق القلب وعلامة التوحيد. يعني أنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله لسانك تلفظ بها وقلبك موقن بها ويدك تحركت بها، هذا يشد على الشيطان. أما الذي يفعله الناس بعضهم يقول التحريك هكذا وبعضهم يلف هكذا وبعضهم يلف هكذا، كل هذا عبث ما ورد عن النبي بسند ثابت. شكرا. حسام بارك الله فيك يا حسام زنجير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله النبي خير. الحمد لله. لو سمحت حضرتك كنت عايز اسال، بس لو واحد لسه في بداية جوازه وعايز يأجل الخلفة لبعد مثلا سنتين. لماذا؟ هو مثلا شايف ان مثلا الخلفة هتبقى ضغط عليه في الأول أو كده، فهو حابب ان هو مثلا يطول جوازه، يعني ايه؟ يبقى كده يعني في بداية جوازه عايز يبقى واخد راحته شوية. والله خالف الهدي القويم. ده يخالف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مش حرام؟ ايه؟ حرام ولا هو يخالف هدي النبي بس؟ البنت متوافقة معها على ذلك ولا غير متوافقة؟ والله متوافقة على. والله يا أخي الكريم أنا يعني لا أنصح بذلك أبدا، لا أنصح بذلك أبدا. لا أستطيع أن أحرم، لكن لا أنصح بذلك أبدا. تناكحوا فإني مكاثر بكم. شكرا. حبك الله يا سعيد بن أحمد بن سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. شيخ دلوقتي أنا لو دلوقتي الإمام أبو حنيفة، في كتب بتنبح في الإمام أبو حنيفة وفي كتب بتنبح في الإمام أبو حنيفة، تمام؟ لو أنا عايز أسيب المذهب بتاع أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة، لا ما تسيبش المذهب وتترك علما كثيرا. الذي وافق فيه الإمام أبو حنيفة الدليل إقبال. مختلف عليه يا شيخ، هو مختلف عليه يا أخي. يعني كلام يا أخي، افهم كلامي يا أخي. ماشي مع حضرتك. أي شخص كأنما كان أتى بكلام يوافق الدليل اقبله، يخالف الدليل رده. اختصارا الإمام أبو حنيفة في أقوال كثيرة عنده مخالفة للدليل، وفي أقوال كثيرة جدا موافقة للدليل. ومن من الأئمة الذين لم يجتهدون ويخطئون، من منهم؟ هل كلام الشافعي كله صحيح الإمام الشافعي؟ أو كلام الإمام أحمد كله صحيح؟ لا، أو الإمام مالك كله صحيح؟ كل واحد يأخذ من قوله ويرد. بس أنا قرأت في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يا أخي الكتاب، الكلام ده الإمام أبي حنيفة. عايز تكفره أنت وأنت جالس الآن كفر، عايز تريد تكفر أبو حنيفة يعني ولا إيه؟ مش فاهم. لا طبعا لا، طيب خلاص انضبط. ما أعتقدش انضبط. يعني انا ممكن اترك المذهب احترازا، صح ولا لا؟ غلط كده، يعني كلام غلط. ابو حنيفه اذا كان له اجتهادات في ابواب المعتقد، اذا كان له واخطا فيها يترك ما اخطا فيه، ما اختلفناش في هذا. لكن ابو حنيفه ما اشتهر بالكتابات في المعتقد، ابو حنيفه شهرته في الفقه. ايوه ابو حنيفه ما اشتهر. انا ما قلتش يا شيخ، انا بس عايز افهم والله، مش اكتر يا شيخ. انا بكلمك هو بس انا بكلمك بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. اي واحد افتى في كلام اخطا فيه خالف الدليل نعتذر مع توقيرنا له. اي واحد وافق الدليل كلامه على راسنا، ما في واحد من الائمه معصوم. ابو حنيفه اذا تكلم فيه متكلم كابن الامام احمد، هناك من اثنى على ابي حنيفه ايضا. لكن انا اكلمك كلام الذي تكلموا عليه في ابواب من ابواب الاعتقاد. كالاشاعره في زمننا مثلا يعني. لكن اذا تكلم ابو حنيفه شهرته في الفقه ولا في المعتقد؟ انا اسالك. شهرته في الفقه؟ خلاص، ما اصاب فيه في الفقه بل هو ما اخطا فيه في الفقه رده، انتهى الامر. طب والمعتقد طيب يا شيخ؟ يعني هو دلوقتي لو اخطا في المعتقد بقول لك انا كلام في المعتقد. انا اسالك سؤال. نعم نعم. ما الكتاب الذي قرأته لأبي حنيفة في المعتقاد؟ لا أنا ما قرأتش. خلاص ما قرأتش زيكم. أنا قرأت السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. يا أخي الكلام ده أنا جاوبتك عليه يا أخي، الكلام ده بين قادح ومادح، ومن الناس من يطعن في نسبة هذا الكلام. أنا بسألك الآن سؤالا محددا، ما الكتاب الذي قرأته لأبي حنيفة في الاعتقاد حتى نقيمه؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أنا شيخ مصطفى اللي كنت بكلمك بخصوص الصلاة بسبب تأخير الصلاة بسبب درس من شوية. طيب وماذا تريد يا أخي؟ ما احنا جاوبناك خلاص، ما في داعي لمضيعة الوقت. نعم جزاك الله خيرا، وأنا والله عزمت على أن أؤخر الصلاة بسبب درس. ما السؤال إذن؟ ما السؤال؟ السؤال الثاني، أريدك أن تنصحني بكتاب أحفظ منه حديث رسول الله. أحفظ الآن في كتاب رياض الصالحين، طيب وسهل ومتيسر. شكرا. يعني أنا طالب في الصف الثاني الثانوي، الكتاب ده يناسبني؟ يناسبك، سهل جدا، سهل جدا، أحفظ أول 40 نووية. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. برحب بك يا شيخ. الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. بقول لحضرتك يا شيخ معلش، انا سؤالي ممكن يكون مطول شويه بس ان شاء الله مش هيكون مطول قوي. اختصر قدر الاستطاعه. حاضر. كان في دلوقتي انا مثلا في شركه كنا شغالين معاها بتبيع اجهزه وحاجات زي كده. فهي دلوقتي بتقول لنا لو بعت مثلا جهاز كذا كذا، حاجات متقلات، غساله، ثلاجه، حاجه تقيله، وصلته للزبون مجاني، هتدخلوا في سيريال كده على الجهاز، هتدخلوه على البرنامج، واحنا هنحسبكم على التوصيل ده مجاني، بس اهم حاجه انك توصل للزبون مجاني لحد البيت. ادي السؤال. ماشي. ادي السؤال. حاضر. احنا شغالين مع شركه بتبيع ثلاجات وغسالات وحاجات زي كده. نعم. فهي بتقول لنا احنا لما نبيع حته البضاعه ونوصلها للزبون مجاني هنديكم تعويض عن التوصيل المجاني ده. لا عفوا عفوا، انت شغال ايه مع الشركه دي؟ بتعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ احنا تجار فاتحين محل، فاحنا بناخد منها بضاعه، بناخد منها بضاعه، بندفع فلوس وبناخد منها بضاعه وبنبيع وهكذا، ولما نخلص نشتري وهكذا. محل اجهزه كهربائيه. يعني انت فاتح محل اجهزه كهربائيه؟ وتتعامل مع تستورد من شركه كبيره؟ شركه كبيره. وبعدين الشركه ماذا قالت لك؟ تمام، الشركه بتقول لنا لو انت بعت حته بضاعه وصلتها للزبون مجاني هنديك مبلغ مثلا معين. شيء حسن، ما في مشكله. تمام، بس اهم حاجه ان انا اخد السيريال اللي هو على السيريال ده رقم كده على الجهاز اللي انا هبيعه وادخله على برنامج تبع الشركه. طب ايه المشكله؟ طيب ماشي. دلوقتي السؤال، في صاحب المحل في مثلا حاجات مش بيرضى يوصلها مجاني، بس بياخد الاستيكر وبيدخل على البرنامج كانه وصلها مجاني، بيبقى ده غشاش. الشركه بقى بتعمل ايه؟ بيقول لي هو كده كده الشركه بتتصل بالزبون تطمن منه، تقول له الحاجه وصلت لك ولا لا. بيقول لي فانت كده دخل كل حاجه، وهي شركة تسأل الزبون، لو قال له وصلتني يبقى خلاص، لو قال له ما وصلتنيش خلاص يبقى ما وصلتنيش، لكن انت دخل كل حاجة. بقول له لا انا هدخل الصدق بس. احسنت، انت ولد موفق. اللهم امين واياك، الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. بعد اذن حضرتك، انا كنت جبت قرض من البنك وتبت الى الله مش هجيب قروض تاني، بس ربنا عاقبني بالقرض دون وبقى عليا ديون، فهل يجوز ليا ان انا ابيع بيتي؟ لو بيتي ثلاث ادوار، لو انا بعته وسددت اللي عليا ورجعت لي تجارتي تاني، هل انا كده بضيع اولادي لو انا جبت بيت دور واحد؟ يعني انت الان مدين؟ انا مديون للقرض ده، عايز اسده عشان حاسس ان ربنا لسه غضبان عليا. عايز القرض ده لمين؟ للبنك؟ مديون للبنك بالقرض اللي انا خدته. ايوه. والقرض ده اثر عليا، خرب بيتي، بقى عليا ديون غيره، فعايز، وخسرت تجارتي، كان معايا توك توك شغال عليه وبعته. المهم يعني عفوا، ما هو كده كده خلاص القرض انسحب ووقعت في الربا، حتى لو جئت تسلمه مبلغ كامل الان هل سيقبلوه؟ كبير. يقبلوه، يوفروا عليا نص المبلغ. هيوفروا عليك نفسه 60,000، هياخدوا 30,000 بدل ما ياخدوا القرض اللي هو يحسب عليه 60,000، هياخدوا 30,000. طيب يعني انا خايف بس تبيع البيت وتضيع الاولاد ولا تستطيع ان تشتري بيت اخر. لا، لو قدامي بيت دور واحد، انا معايا ولد وبنتين، انا لو انا بعت الثلاث ادوار دول واشتريت دور واحد، هل كده يبقى انا مضيع لاولادي؟ لو انا هسترد تجارتي اجيب توك توك واشتغل عليه بدل ما انا قاعد؟ هذه امور دنيا انت اعلم بها مني. انا بسال الدين عشان خاطر. اي ما اذا انت سددت القرض عاجلا ما في مشكله. اذا سددت القرض الذي اقترضته عاجلا حيث يخفف عنك من الربا شيء افضل. لكن ايه المفسده الاعظم اللي ستترتب انت تقدرها؟ شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا بقالي 4 شهور في كرب شديد جدا، تمام؟ الله يعافيك يا رب. فحالتي النفسية طبعا صعبة جدا، فإيه الحل يا شيخ؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ما سبب الحالة؟ يعني موضوع انفصال عن زوجتي وكده هو. من يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذا كان للرجوع سبيل فاسلكه، إذا لم تكن هناك مفاسد أعظم. إذا لم يكن لك للرجوع سبيل فاذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل في ثنايا آيات سورة الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن مناسبات ذكرها في وسط الطلاق أن المدة الزمنية التي عشتها مع زوجتك هي مكتوبة، ولن تستطيع أن تعيش معها ولا أن تقضي وطرا منها إلا بالقدر الذي قدره الله لك ولها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما بخير. لو سمحت يا شيخ كنت أسأل حضرتك دلوقتي، في أم كل خلفها ولاد، يعني عندها كلهم رجالة يعني، وعندها كلهم في سن 50 تقريبا، لكن الصغير عنده في سن 30. الأب توفى من كام سنة، فهي دلوقتي، لكن دلوقتي هم قرروا يبيعوا البيت، يعني بيت العيلة يعني. فالأم قالت لهم لأولادها، يعني هو هي عندها واحد من أولادها الكبار عاق بها جدا، بيسبها وبياخد أموالها وكده. فهي لما قرروا إن هم يبيعوا، هي هيطلع لها التمن مش كده؟ فهي قالت لهم، يعني جمعت أولادها وقالت لهم أبوكوا جاب لكل واحد فيكم شقة وشبكة وجوزوا، إنما أخوك الصغير ملحقش أي حاجة من خير أبوه. أنا هدي لكل واحد فيكم 25,000، لكن الصغير هديه 100، لأن من ساعة ما أبوكم مات هو اللي بيخدمني وبيصرف عليا، وهروح أعيش عنده بقية عمري وهو هيخدمني وكده. وهم وافقوا ما عدا الأخ اللي هو الجديد. لا اعتبار لرأي الأخير، لا اعتبار لرأيه، ما في مشكلة أبدا، تفعل ما رأته صالحا، وهذه هبة مسببة لكونها ستعيش عنده لكونه محتاج. أيوة. لا بأس. يعني يجوز؟ يجوز. طيب سؤال تاني، الله يبارك لنا فيك. أنا سمعت أن الرجل الفرض عليه أنه يصلي في المسجد، لكن النساء ليس عليهم فرض أنهم يصلوا في المسجد. أنا سمعت أن لو أنا صليت في المسجد كست، يعني في البيت في نفس وقت صلاة المسجد الجماعة في المسجد، أنا كده أخد ثواب زيه كده صح؟ الله أعلم. يعني مفيش دليل شرعي على حاجة زي كده؟ لا مفيش دليل شرعي على حاجة زي كده، ما أعرفش. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ممكن اسال اكثر من سؤال؟ نعم؟ ممكن اسال اكثر من سؤال؟ اسال. طيب انا دلوقتي شغال على برامج، تمام؟ البرامج دي هي الشركه نفسها اللي عاملاها بمبلغ معين كل شهر او كل سنه، تمام؟ انا دلوقتي بستخدمها بدون فلوس، يعني من حقها. فانا اولياء ده الرزق الوحيد دلوقتي، والحال الماديه ما تسمحش مثلا ان انا اشترك في البرامج. وعلى حسابي ان وقت ان شاء الله ما يعني امسك فيه مثلا فلوس كويسه من البرامج دي، من الشغل على البرامج دي، هدي مثلا من الشركه او هشترك في البرامج دي. فده صح ولا غلط؟ يعني الان الشركه لها برامج بالظبط تاخذ مقابلها اجرا بالظبط، فأنت تحب أن تستفيد من البرامج بدون أجر، وإذا وسع الله عليك دفعت. بالظبط. لا يجوز إلا بعد استئذانهم. ما هو الفكرة إن أنا مش هينفع استأذن، لأن دي شركة مثلا عالمية، شركة زي مثلا إيه برنامج الفوتوشوب، فده ما أعرفش مثلا أكلم حد بعينه. طب عفوا، هي شركة لدولة محاربة أو لا؟ هي شركة أمريكية. كلمنا على الهاتف الخاص. نعم؟ كلمنا على الهاتف الخاص. مش عارفه بصراحة.
0005333833. معلش تاني كده عشان اسجله. 0005333833. 0533 يا اخي تالت مره اقول لك 0005333833. تمام حاضر. حكما أجر بيتا للسكن فيه ثم جعلته من تسكنه لتجميل النساء، يعني لم يؤثر على البيت والسكن فيه، ما حكم الأجرة؟ أظن لا يؤثر، كونها تجمل النساء في بيتها لم يؤثر على السكن، أجرتك أنت سليمة لا إثم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو زوجة شعرها مش حلو وتريد أن تتزايد لزوجها ولبست باروكة حرام؟ لا يجوز استعمال باروكة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ماشي جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اسلام مع حضرتك، بس بقالي فترة ما كلمتش حضرتك. اتفضل يا اسلام. بحبك والله قوي يا شيخ، ربنا يحفظك. حبك الله والذي احببتنا فيه، اتفضل. انا ما عنديش اسئلة، متصل اسلم على حضرتك. شكرا. بس والله يا شيخ نفسي حياتي اشوف حضرتك واسلم على حضرتك. الله يبارك فيك يا اسلام. الله يكرمك، ربنا يحفظك يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معذره شيخ، انا الخط انقطع من البلاير يعني. لا حرج عليك، اتفضل. معلش، صحه الحديث باذنك يا شيخ. اتفضل. الحديث الاول: ثلاثه لا يرد الله دعاءهم، الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والامام المقصد. لا يصح. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم ارى ميكائيل ضاحكا؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. لا ضعيف ايضا. الحديث الثالث: ان مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. لشواهده يحسن. نعم. طيب الحديث: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. سنده ضعيف. سنده ضعيف. ماشي يا حبيب، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك شيخنا، أنا بنحفظ أولاد في المسجد، وعاوزين نحط مثلا شاشة ونعرض لهم بعض الحاجات المؤثرة كده، تعليم الصلاة عن طريق الشاشة ديت يعني كده، يعني ممكن نحطها في المسجد ونعلمهم يعني بعد صلاة مثلا أي صلاة من كده يعني في المسجد. لا تضعها في المسجد. يعني مش هنشغلها الا بس ساعات الاولاد يعني. والله انصحك ان تنظف المسجد من هذا. الله يكرمك. ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انصري يا شيخ لو سمحت. تفضل. شاب تزوج وعليه ديون، هل يجوز ياخذ من زكاة المال؟ إذا كان أنفق في خير يجوز، إذا كان أنفق في باطل لا تعطيه من زكاة المال. تمام. السؤال الثاني: عايزة آخذ شقة في البنك الإسكان والتعمير، ومش آخر الإقساط، هدفع الإقساط في مواعيدها، هل يجوز؟ عادي. عايزة آخذ شقة في بنك الإسكان والتعمير، بنك الإسكان والتعمير. وبعدين؟ وهدفع الاقساط في مواعيدها، مش هأخر الاقساط، بحيث ان ما ياخدوش فوايد، ما يزيدوش عليا الفايده. هم زودينها في الاصل، في اصل البيع. شقق الاسكان اذا قرات العقد تجد فيه خلل ربوي، في جزء ربوي. تمام. شكرا. بارك الله فيك يا ام سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا منتقبة وزوجي ملتحي وهو داعية،
ومعايا منه اطفال. بس في يعني نقطة جدال ان هو بيرفض او بيتمنى ان هو يقترب مني ان كنا في الشارع او كان في قدامنا ناس، او يتمنى ان هو يمسك ايدي او قدام الناس. فهل ده شرعا جائز؟ عفوا تقولي ايه؟ عفوا يعني بيرفض يمسك ايدي لو احنا ماشيين في الشارع؟ يرفض يمسك ايدي، او لو قاعدين في العربية يرفض يمسك ايدي بحاجة ان الناس ما تشوفش؟ انت زعلانة ليه يعني؟ زوجك يعني ولا ايه؟ نعم زوجك. زوجي يعني انت عايزين يضع يده في يدك؟ انا منتقبه. اي بس خليكي بس معانا، يعني انت تريد منه بلغه المصريين ينجج في يضع يده في يدك ويمشي؟ لا لا مش شرط. طيب هو مستحي عنده حياة، مش فكره انه ينجزني. لا انت لو مثلا أختي. احنا في طريق او الطريق مزدحم، او لو في العربيه انت قاعدين في العربيه الخاصه بينا، يرفض ان هو يمسك ايدي عشان ما يبقاش الناس في الشارع بيشوفوا ملتحي ماسك ايد واحدة منتقبة. طيب المفروض انت تكون اولى بهذا منه الان، يعني امام الناس هو يعني رجل عنده حياء شوية، ما يحب يمسك يد زوجته ويمشي في الطريق. ما عليك مشكلة، اتركيها خلاص، الامر سهل. يعني دليل محبة يعني؟ ماشي دليل محبة ولا حاجة، ممسك يمسك يدك ويضربك. فيعني لا، هو خلقه معك طيب ولا ليس بطيب؟ طيب الحمد لله. خلاص احنا مش هنقول حرام ولا حاجة، لكن هو هكذا عنده حياء وعنده مروءة، لا يحب أن يمسك يد زوجته في الشارع أو أن يضع يتأبطها، لا يحب ذلك. خلاص جزاه الله خير، وأنت برضه استحي شوي. السلام عليكم. والسلام عليكم. والحمد لله. لو سمحت كان عنده سؤال. نعم اتفضل. دلوقتي انا مثلا كنت سمعت شيخ اللي هو خدت منه فتوى اللي هو عادي يجوز المسح على الجورب، تمام؟ وفي نفس الوقت انا مثلا بالنسبه لي الشيخ مصطفى يعني الناس الثقات اللي احصلهم على خير ان شاء الله، وسمعت حضرتك امبارح في اللايف قلت ان لا ما بتاخدش انت بالراي ده. انا لكن لا انفي الاخر، يعني انا قلت لكم المساله اجتهاديه، مسألة المسح على الجورب، لكني أختار قول العلماء القائلين بعدم جواز المسح بس، لكن الثاني موجود، الرأي الثاني. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا عم الشيخ. الله يكرمك. عندي سؤال كده. كنت أنا عندي ورشة حدادة. وفي ناس كانت مداني فلوس يعني هي شغاله معايا. ايه. فانا مش عارف يعني احددها ازاي الفلوس اللي يعني نصيبهم الربح اطلعه ازاي والكلام ده. انت تشتري بهذه الفلوس حديد ولا تعمل في ايه؟ لا انا عملت زي فرن دهانات كده اورستاتيك جنب الورشه. يعني هم شركاء في اصل ثمن الفرن او شركاء في السلع التي تاتي ولا ايه بالضبط؟ لا شركاء في ثمن الفرن. شركاء في ثمن الفرن. هتحسب بقى يعني تحسب هم يعرفون انهم شركاء في ثمن الفرن؟ لا هم مديني الفلوس وما اتفقناش على يعني بالتراضي كده، ما اتفقناش ولا على نسبة ولا على حاجة ولا. طيب انت هتشوف الفرن اجرة الفرن كام؟ تمام. وحصتهم في الفرن كام؟ تمام. وتعطي لكل ذي حق حقه. تمام يا عم الشيخ. شكرا. الله يسلمك. وليد سعد المرساوي، الله بارك الله فيك يا رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت سألت فضيلتك على السؤال بتاع اللي هو أثر عبد الله بن عمرو عن أبو داوود بتاع الموقوف. أيوه. قلت حضرتك سند، قلت لك حضرتك هترجعهولي. كان ايه عبد الرحمن الحسن؟ كان امس كان في سند اقوله تاني؟ قوله تاني. طيب. طب ماشي. طب ثانية واحدة كده. دقيقة وثانية وثانية. ثانيتين بس. عشان مش حافظه ساعة. أبو الجوزاء ده ولا إيه؟ مش عارف. قول السند تاني. أو السند عن أبو داود
عن مسلم بن ابراهيم عن المستمر بن رويان عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو. ايوه ويا عبد الرحمن موقوف. لا مش مسلم بن عيينة، مسلم بن ابراهيم عن المستمر بن ريان، رجع ترجمة مستمر بن ريان وسماء بالجوزاء من ابن عمرو. سماء بالجوزاء من ابن عمرو. جزاك الله خير. دقائق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا دلوقتي انا يعني ايه بوسوس في الصلاة وكده، تمام؟ فالنهاردة يعني صلاة المغرب وكده يعني كنت في الجامع، فكنت هصلي المغرب لوحدي يعني منفرد يعني. وكان في جماعة بس انا يعني ايه مرضوش اصلي يعني لغات وسوسة يعني اللي هو يعني كنت محرج وحاجة زي كده يعني. وحاجة زي كده يعني حاجة زي كده ايه تترك الجماعة ب 27 درجة من اجل ابليس تصلي منفردا؟ ما موضوعك؟ شفنا بقى يعني بس اكمل بس اقول لك اللي حصل يعني. فبعديها يعني ايه تذكرت اللي انا يعني بعاني في الصلاة من مشقة يعني كده بسبب الوسواس، وان صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة بتسهل لي يعني بتسهل لي الصلاة وكده، فروحت صليت جماعة معاهم. طيب. بس بقى المشكلة يعني اللي انا يعني نيتي ما يعني صوت الجماعة ما كانش لله، كانت لنا اخي. لكن من الوسواس يا حبيبي ما توسوس لنا هنا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة نبيك الامين عليه الصلاة والسلام. الزم السنة ولا توسوس. شكرا. بارك الله فيك. اسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عارف يا شيخ مصطفى، عايز اسأل عن الزكاة. عايز اسأل سؤال عن الزكاة، سؤالين مرتبطين ببعض عن الزكاة. عن الزكاة اتفضل. انا في السعودية هنا طبعا الراتب طول السنة طالع نازل، فالواحد اصلا بيتلخبط مش عارف يعني يحسب ازاي يعني الفلوس، ايه اللي حلل ليه الحول وايه اللي ما حلش فليه الحول. ثانيا انا مثلا السؤال الثاني يعني السؤال الاولاني طيب واحدة واحدة بس كده يعني واحدة بس صبرا. ايوه يعني انت موظف؟ لا انا ايوه طبيب. ايوه بتدخل كل شهر مبلغ جديد على الاصلي صح؟ ايوه صح. اذا اردت الاحتياط في دينك فماذا تفعل؟ اخرج عند رأس السنة زكاة على كل ما معك، وهذا أنفع لك في دينك. صحيح في مبلغ منه لم يحل عليه الحول، لكن هيصعب عليك نقول لك اخرج شهريا أن هذا مثلا دخل بعد الأول بشهر ثم هذا بشهرين، هتتعب في الحساب. فأنفع لك في دينك وأسهل عليك في الإخراج أن تقوم المال الذي معك وتزكيه مرة واحدة في وقت إخراج الزكاة. وأجرك أيوة. السؤال التاني بقى، أنا ما بطلعش الزكاة إلا لما بنزل مصر مثلا في الصيف، فهو طبعا كده في فلوس كان حول عليها تحولي مثلا. تؤخرها كم شهر عن استحقاقها؟ نعم؟ تؤخرها كم شهر عن وقت خروجها؟ لا ما أنا كل سنة بطلع الزكاة في مصر. لا ماليش دخل بمصر ولا بإسرائيل. أنا في يناير مثلا. يناير مثلا. اسمع كلامي بس، المبلغ يهول عليه الحول وانت في مصر وانت في السعوديه. ما زي ما حضرتك بتقول ده راتب شهري، يعني كل شهر في فلوس حل عليها الحول. اصل المبلغ ما هو الاصل ده طالع نازل، ما احيانا الاصل ده بيبقى صفر واحيانا يبقى 10,000 احيانا يبقى 20,000. يا اخي افهم كلامي بس يعني الله يهديك ويغفر لنا ولك. اصل المبلغ اللي انت الذي تخرج عليه الزكاه في شهر كم؟ انا موظف يا شيخ مصطفى يعني ايه بس يعني هو ما فيش اصل يعني ايه على حسب المصاريف يعني. يا اخي صبرا، انت في معك مبلغ اصلي حال عليه الحول وبلغ النصاب ولا لا؟ ايوه بس ده برضو ما اعرفش هو امتى بالظبط، ما الفلوس كلها داخله في بعضها. طيب سنويا متى تخرج الزكاه؟ بطلعها دايما وانا في الصيف في مصر. طب خلاص ثبتنا على في الصيف في مصر، ايه المشكله عندك؟ المشكلة بقى اكيد في فلوس كان حال عليها الحول مثلا، ما انا اجبتك على هذه الجزئية اخرتها يعني كده عادي ولا كده برضو حرام عليا؟
والله شوف انت لو رجل طيب وتريد الاحتياط زكي، اخرج اكثر من الزكاة، بس لو تريد الاحتياط لدينك وتزعم انك رجل طيب حتى لو لمحت عليها الحولة وزكتها تخسر؟ لا لا طبعا مش هتخسر. توكل على الله. سماء ابي الجوزاء من ابن عمرو يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي. هو احنا بنحفظ قران في المسجد ف يعني في وقت الظهر بنصلي السنه وبعدين بيضيع وقت يعني. فالمعلمه قالت لنا نصلي الفرض بس ومجلس العلم اولى من صلاه السنه. عايزه اتاكد بس. السنه بعد كده بتضيع عليكم او تصلونها؟ لا ما بتضيعش علينا، ممكن نصليها لما نرجع البيت يعني. تقال البيت بعد العصر او قبل العصر؟ نعم. ترجعون للمنزل قبل العصر او بعد العصر؟ لا قبل العصر. يا اختي قولي للمعلمه يا استاذه يا شيخه القران يا معلمه اتركينا خمس دقائق نصلي السنه، ما فرقت يعني. شكرا. تمام. الان المعلمه محافظه على وقتها كل الوقت، قال نص الكلام قيل وقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وإياكم. شيخنا عشان الوقت مش طول عليك، أنا عندي سؤال طويل شوية، فهل ممكن أسأله هنا ولا؟ لا إذا كان طويل يمل الناس لا، لا تضيع وقتهم. على الهاتف الخاص ترسل رسالة صاحب السؤال الطويل. إذا كان تستطيع تختصره خير كلام من قل ودل. يعني ركز في السؤال. لو سمحت انا كان عندي شركه. ايه بسم الله. ومعايا شريك. وطبقا معايا شيخ. كان عندك شركه ومعك شريك وبعد. مظبوط مظبوط. وطبقا للقانون بتاع الشركات اللي احنا اسسنا بالشركه، الشركه بيكون ليها راس مال. طيب. وحطينا راس المال ده. واستمرت الشركه لمده 7 سنوات. عادي شركه طبيعيه فيها موظفين وكل شيء. ويعني كل الناس تاخد حقوقها ما فيش مشكله. حصلت ازمه ماليه يعني والشركه اضطرنا ان احنا نقفل الشركه. طيب. او احنا مش اقفلناها يعني، هي لسه قائمه حتى الان ولكن ما فيش شغل، ف يعني طبيعه اتقفلت يعني شبه المقفوله يعني. فلما جينا نشوف المشاكل اللي على الشركه الماليه عشان نقدر نحلها، طبقا للقانون بيقول انه الشركه تسال في راس مالها الموجود في العقد. راس المال الموجود في العقد ما يغطيش الديون اللي على الشركه. الشركه ليها فلوس موجوده في السوق مش عارفين نقدر نحصلها لان عفوا هذا السؤال يسال على الهاتف الخاص او لا؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. احسن عليكم شيخنا، معلش في سؤال بس. اتفضلي. دلوقتي انا قاعده في مكان بعيد عن العمار يعني، ويعتبر بيتنا يعني بعيد عن المواصلات وكده. فانا بقول لزوجي يأجر لنا شقه مثلا جنب المسجد او جنب مثلا دار، بحيث ان الاولاد يكونوا جنب تحفيظهم وجنب دروسهم وكده. فهو بيقول يعني حرام ان انا اسيب بيتي الملك واقعد في شقه مثلا ايجار عشان خاطر الكلام اللي انت بتقوليه ده. يعني عايزين نجيب لكم تكاتك او اجيب لكم مواصلات او كده. فهل انا كده حرام عليا ان انا اطلب طلب زي ده؟ لا مش حرام عليك انك تطلبي، ومش حرام عليه انه يرفض. يعني انت تريدين يسكن مع ان له بيت. تريدين يسكن جنبي عشان خاطر المصلحه الاكبر ان انا هنا ما فيش اي حاجه يعني جنبي، مثلا مصلحه ان انا امشي بحيث ان انا اجي على نفسي ان انا اقعد في ايجار، وفي نفس الوقت نشوف برضو مصالحنا ومصالح عيالنا، ما نبقاش مقطوعين كده. هو رجل رشيد ولا غير رشيد؟ زوجك عاقل ولا مجنون؟ لا عاقل. خلاص هو اعلم منك بمصلحته بس. يعني هو بيقول ان انا كده حرام عليا. لا ما حرام، هو معاه فلوس كتير والراجل ولا لا، ولا حالته تعبانه؟ نعم. يعني معه فلوس كثير. هي ان شاء الله مش هتاثر علينا قوي يعني في الموضوع. هو ادرى بنفسه يعني. يا اختي ادرى بنفسه، اذا كانت فقط هناك خطوره عليكم في الانتقال انكم في مكان مقطوع
نرجح وجهة نظرك، لكن لو لم تكن هناك خطورة عليكم في الانتقال فكلامه فيما يبدو لي رشيد، يعني عنده منزله وعنده يعني مؤمن فيه أولى من الإيجار، على حسب الحال. إن كانت هناك عليك خطورة أو على أبنائك في الانتقال لأن المكان المنزل في مكان فارغ عن الناس، نرجح وجهتك إذا كان معه فلوس، لكن لو لم يكن كذلك فرأيه رأيه سديد الحمد لله. شكرا. رجل كان يعظل الناس بعد العشاء وأخطأ في القول أن ابن عمر كان ينزل على يديه وعلى ركبتيه، أخطأ مش عارف أقول إيه، أخطأ غير متعمد يعني، هل يأسم؟ إذا أخطأ غير متعمد لا يأسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤالين بس بعد إذن حضرتك. سأل يا حبيبي. كيف يتم الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، وبين أنه قال أجر الحجام خبيث؟ يعني أجر الحجام خبيث، الخبث هذا مراتب، قد تأتي كلمة الخبيث بمعنى مكروه، البصل خبيث مثلا، أكل الفلج والجرجير خبيث، لا كما قال عمر إني أراكم تأكلنا من شجرتين خبيثتين، لكن الخبيث هنا ليس المحرم، أحيانا يكون الخبيث دون الأفضل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه، فالخبيث الأرض، فليس معنى كلمة الخبيث في كل الأحوال أنها محرمة، الشيطان خبيث هو رأس الكفر، لكن البصل والثوم خبيث من ناحية الطعم والرائحة، ولا تيمموا الخبيث ولا تيمموا الرديء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليك السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله. بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا اسمي محمد شمس الدين، وكنت حابب اخذ اذن حضرتك في اني عملت صفحه على الفيسبوك يعني اسمها صوتيات الشيخ مصطفى العدوي، لتحويل لقاء الفتاوى ده لصيغه صوتيه فقط، يعني لمحبي سماعه بس بدون المشاهده، لاصحاب البطاقات الضعيفه او المسافرين على الطرق او اللي حابين يشغلوها على خلفيه مثلا. اي حاجه تنفع المسلمين وتخصني ولا تضر احدا توكل على الله. الله يبارك فيك. اسمها صوتيات الشيخ مصطفى العدوي. الله يبارك فيك وينفع بك الاسلام والمسلمين. الله يسلمك. الله يسلمك. البخاري أداب الجوزاء يا عبد الرحمن. حاله ايه قلت لي؟ البخاري يقول في اسناده نظر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا والله مش عندي سؤال بس يعني كان في طلب من حضرتك. تفضل. أنا كنت لسه من عباك زي بنتي بالهداية الله يصلحنا وإياك وذريتنا وذريتك وبناتنا وبناتك. أنا كده من قلبي يا شيخ والله يعني. الله يبارك لك فيها. كم امرأة العروس؟ هي سنة وشهرين والله. وقدر الله ما شاء فعل يعني صغيرة. الله يبارك لك. لسه صغيرة شوية يا شيخ، ربنا يبارك فيها إن شاء الله يهديها لاصقية شوية. الله يبارك لك فيها يا رب. وده الصديق عمرو سمير ربنا يجوزه على خير. عمرو بن سمير؟ عمرو بن سمير ابن النبراوي. انت ماشي. الله يوفقك يا عمرو بن سمير ابن النبراوي ويزوجك على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الغالي بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويكرمك، تفضل. يخليك. اسألك مسألة بعد اذنك يا شيخ. تفضل. شاب طلب خطبة امرأة من اهلها. طيب حسن. عليه بشرط احضار اهله. طيب وبعد؟ وهذا الشاب ابواه متوفيا. نعم وبعد؟ وله اخ اكبر واخوات بنات. الاخ الاكبر اتى معه لابيها. يعني ابوه ميت وامه ميته؟ نعم نعم. وبعد ان عاد اخاه الى البيت رفض اخواته البنات لسبب انها ثيب وليست بكرا. يعني هل يجب على الاخ ان يستاذن اخواته البنات في الزواج؟ لا لا اقصد الاخ الاكبر اصبح مع اخوات البنات في الراي. ايوه. فعاد الشاب الى والد هذه الفتاه وقال له
كن أنت وكيلا لي في الزواج، فرفض أبو الفتاة. يعني إيه كن أنت وكيلا لي في الزواج؟ هو الرجل يحتاج وكيل عنه في الزواج؟ أقصد الشاب مسافر السعودية يريد يعني أن يكون يبعث يقع له توكيل كي يعقد ال يعني هو في السعودية ويريد واحد وكيل عنه في مصر لتزويجه. نعم نعم. طيب وذهب إلى والد البنت أو أبو البنت قال كيف أكون أنا أبوها وأزوجها؟ نعم. طيب والسؤال ما؟ ما السؤال؟ السؤال هل إن وافق أبو الفتاة على هذه ما تشوف أي واحد ثاني ولازم أبو الفتاة في حال عدم وجود أهله أو خليه عفوا أي واحد آخر غير والد الفتاة. الدنيا ضاقت يعني ما فيها أي واحد يوكله من الصالحين يزوجه. انا اقصد ماشي يا شيخ انا على الوكيل خلاص انا فهمت ولكن طيب. انا اقصد على هذه ان الشاب هذا اتى بدون اهله على الاطلاق يعني هو ابوه وامه ميتين. نعم. واخوه واخواته رافضات الزواج بالثيب. نعم. من حقه شرعا ان يتزوج الثيب اذا حب يصلح بينه وبين اخواته. النساء سواها كثير وهي ربنا ييسر لها من باب اخر. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا لو أحد مثلا أعطالي هدية مثلا مبلغ مال قال لي مثلا هذا المبلغ المال لمشروع معين مثلا هل أنا مجبر أن أستخدم هذه الهدية لهذا المشروع؟ يعني قال لك خذ هذا المبلغ من المال تزوج به. تمام. وبعد ذلك أنت أخذت المال اشتريت به سيارة. مثلا. لا اسمع وأطع استأذنه أولا. يجب استئذان الأول. أيوه استأذنه أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك يا أخي معك أيوة نعم معك معك وائل من أبو كبير مصطفى. أبو كبير ولا أبو كبير؟ كبير ولا كبير؟ والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دعواتك لنا بالصلاة جزاك الله كل خير يا رب. الله وإياكم يا رب. دعواتك لولد يونس بالهداية. الله يهدينا وياك وياه يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويحفظك يا رب. الله يبارك فيك. تفضل. ماشي يا شيخ ماشي. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. ليه بس عن ظهرك خمس احاديث صحت خمس احاديث. الله المستعان. الله يخليك. اول حديث شيخنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اومئت الينا بعينك فقال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه العين. سنده ضعيف. ضعيف تمام. والحديث الثاني شيخنا اللي هو ان المشركين قريش جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يتخاصمون في القدر فنزلت هذه الايه يوم يسحبون في النار على وجوههم. هو في صحيح مسلم لكن طاجة العلل لان به عله. هو في صحيح مسلم. ده في صحيح مسلم بس به عله. نعم في علم. تمام. طب تم حديث الشيخنا اللي هو لا فضل العربيين على جميل والابيض على اسود يصح لشواهده. طب في حاجه يعني مثلا في الباب ده سيدنا في الاحاديث موجوده يعني اللي اعرفه اصلا في القران اعوذ بالله من الشيطان ان اكرمكم عند الله يتقاكم. مظبوط. يعني انا اقصد بس هل في حديث مثلا في البخاري او مسلم او حاجه أيوة مثلا في هذا الباب؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئلا عن من أكرم الناس يا رسول الله قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعن معادن العرب تسألونني. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. مظبوط يا سيدنا. تمام. اخر بقى حاجه سيدنا الاستنشاق والاستنثار سيدنا في الوضوء الثابت ان انا اعمل كده بايدي يعني باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ باليد اليمنى او باليد اليسرى مظبوط في الاستنشاق والاستنثار.
ما هو في الاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق والاستنثار كلاهما واحد بمعنى باليد اليسرى. ايوه بس انا ما لقيتش حديث بيقول باليد اليسرى خالص. ما هو معلوم ان المستقبحات او الاشياء التي فيها اذن تكون باليسرى عموما. مظبوط يعني فكرة بس ان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك يعني انت تريد تتمخط وبعدها تضع يدك في فمك. صح معانا شوية الله يكرمك. لا انا بس اقصد يا سيدنا ابقى عارف بس ليها سرد او حديث حاجة بس ان ابقى ثابتة عن انه عشان مع حد ابقى فاهم. تمام. طب انا سألت حضرتك بقى امبارح اخر حديث عن اللي هو شيخنا الحديث بتاع اللهم اني اسألك العافية لحد اللي هو اختار من تحتي، فحضرتك قلت لي ان هو ليه اسانيد تصحح بمجموعها. أيه. يعني ايه بس يعني ايه ليها اسانيد؟ يعني في حديث مثلا في واحد يعني حفظه ضعيف ما نستطيعش نعول عليه تعويل مطلق في التصحيح، يمكن يجي سند اخر في واحد ايضا في حفظه ضعف مثل الاول، فهذا اذا انضم الى هذا قوي الخبر. قوي الخبر يعني انت مثلا منين بلدك اي كان ايا كانت بلدتك، جاء واحد يقول لك حصل في القاهرة كذا وكذا، أنا كنت في القاهرة وحصل كذا وكذا، وهذا الواحد عندك يعني نقلاته فيها شوية شك، يعني ما أنت متثبت من كل ما يقوله. جاء واحد ثاني بعيد عنه وقال حصل في القاهرة كذا وكذا نفس المضمون الذي نقله الأول، وجاء واحد ثالث قال حصل في القاهرة كذا وكذا، كل واحد نقل اللي جاء، الثلاثة اتفقوا على رأي واحد، يقوي بعضهم بعضا والخبر يثبت. يثبت تمام. طب آخر بقى حديث سيدنا اللي هو كان بتاع لما سأل بتاع إيه بقى يا عم؟ صلى على النبي، كلمة بتاع دي خلاص رميناها من زمن. والله يا شيخنا احنا بس عشان بتاع والحتة ديت والحتة والحتة والبتاع والبتاع وازيك خلصنا نظف. والله انا خلينا كمل بس انت بتضحك الله يكرمك. اللي هو الحديث بتاع السيده بقول ده تاني معلش. الحديث عائشه لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان هو اتبقى من الشاه كتفها، فانا قلت لحضرتك قلت لي ان هو ضعيف، بس انا دخلت لقيت فيه ان هو راوي اسمه محمد ابن يسار وابو حاتم الرازي قال عليه ان هو صدوق. طب وسائر الرواه انت ما عرفت السند كده، اقرا لي السند الله يحفظك. لا السند انا مش قدام السند والله دلوقتي، يعني راجع وهاتوا لنا ان شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا يا دكتور عمرو بن عبد الهادي. ما هذه الصورة، مضحكة ولا مبكية ولا حزينة يا دكتور؟ السلام عليكم. طبعا كده شيخنا. نعم. الحمد لله تمام، انت اخبارك؟ السلام عليكم وبركاته. الحمد لله اخباري طيبة الحمد لله. الله يبارك لك يا شيخ. المهم كنت عايز اسال حضرتك، انا شغال تاجر تمام، فالمهم في حد من الزباين اخذ شغل من عندي. احد مش حد. حد من حدود الله جلد. في هناك شخص او احد. على اتفاق معين ان هو يدفع في السداد يعني. اه المهم ان هو تعثر في ان هو يسد الفلوس دي. ايوه اسر. ايوه تعثر فيها، فجاي لي فبيطلب مني ان انا امهله مهله تمام، وان هو مش هيقدر يسد وعايز يزود في قيمه المبلغ اللي باقي ده. لا يجوز. اللي باقي المبلغ اللي باقي بعد ما احنا اتفقنا وقلنا خلاص ان هو يدفع مبلغ معين، فرجع يقول لك انا متعثر في السداد وعايزك تزود عليه المبلغ اللي باقي عليه عشان انا مش هقدر اسد في ظل ارتفاع الاسعار دي، لازم انت وانا كده هخسر فيها. ممكن ترجع في البيعة تقول له رد إلي سلعتي. هو فعلا خد الحاجة واشتغل فيها وما عادش ينفع يرجعها. خلاص ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هو فعلا ذو عسرة وأنا مقتنع بكده، هو اللي جه وقال لك أنا عايزك تمهلني فترة، بس طبعا هيبقى ده هو عايز يزود المبلغ اللي باقي، يعني بقول لك أنا لا أستطيع أن أقول له أنت هتخسر. لا أستطيع. ظل الأسعار اللي إحنا فيها دي. إذا زودك من غير اشتراط ويشترط على نفسه لا بأس. يعني لو هو حدد لنفسه اشتراط عادي ما فيش مشكلة؟ لو هو نفسه عند السداد زادك على الذي هو اللي بيطالب بكده، هو اللي عايز كده. ما تشترط معه ولا تتفق معه على هذا، سيبها يعني لما يجي ويسدد ويسدد أكثر. عايز يسدد أكثر، لأنه مش يعني هو مثلا متفق إن هو على شهرين يسدد. ليس بشرط يعني من قبل نفسه لا بأس.
من قبل نفسه هو اللي جه قال لك انا هشرط على نفسي ان انا مش هقدر ادفع ازود المبلغ اللي باقي ده. السلام عليكم. اظن انا تعبت من الافهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. معلش يا استاذ مصطفى بس عندي ثلاث اسئله. اتفضل. اول سؤال، انا كان قال لي والدي هو وصديقه ان هم يعني سمعوا من الدكتور اسامه عبد العظيم ان تحفيظ القران باجر لا يجوز. يرى جمهور العلماء جواز اخذ الاجر على تعليم القران لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو إن كان ورد في الرقية لكن بعمومه يبيح. ثم إن الأحاديث التي وردت في المنع ضعيفة الأسانيد، كحديث علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، قال النبي إن أحببت أن تقلد قوسا من النار فاقبلها، ضعيف جدا. وكحديث اقرأوا فسيأتي قوم يتعجلون ولا يتأجلون، كل الأحاديث التي وردت في المنع معلولة. أما من تفرغ لتعليم الناس كتاب ربهم فله أن يأخذ عند جماهير العلماء. تمام. السؤال الثاني هو يعني برضه هل يجوز أن أنا أخذ أجر على الخطابة أو الدعوة إلى الله؟ كل هذا جائز، ولا كل وزارة الأوقاف تعطي كل خطباء مصر، حرام عليهم. ونفس الشيء كان الدكتور المسؤول او اي دكتور في الجامعه يعلم علوم شرعيه، هل تمنعهم من اخذ الاجر على ذلك؟ لا. شكرا. هذا القدر اجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا ودبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قرب ومسلم يا رب العالمين، اجعلنا رحماء فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، من أمامنا نورا، من خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم إنا رضينا بك ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا واتخذناك وكيلا، فكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا ونصيرا وكن لنا وليا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم يا رب من عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.